الفيديو ده هيتصور يعني هيتصور. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، واخيرا وصلنا ل 6000 مشترك. عارفين يعني 6000 مشترك؟ 6000 مشترك يعني احنا عندنا من وقفه ال 3000 وال 4000 وال 5000 دي الوقفه اللي ناس كتير بتقف فيها وبتفضل فتره لحد ما توصل 6000 و7000 وتعدي ال 10000. 6000 مشترك ده رقم كويس جدا 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 انك تبدا كيوتيوبر وتشتغل يوتيوب، يعني دي حاجه كويسه جدا انك تبدا من 6000 مشترك او 5000 مشترك. دي البدايه، انا شايف ان دي البدايه. لما يكون عندك 5000 مشترك وتبدا تجيب فعلا بتجيب اكتر من 100 و200 و300 مشاهده في الساعه الاولى او الساعتين الاولانيين من الفيديو، كده انت بدات فعلا تشتغل يوتيوب، كده انت ضمنت ناس بتحب تشوفك. تمام، هو ده اللي انا اقصد عليه. وبما اننا في ناس فعلا بتحب تشوفنا، وفي ناس ان انا وصلت للمرحله دي، وفي ناس فعلا بتحب تشوف فيديوهاتي، انا هتكلم النهارده عن يوتيوب سبايك. عايز توصل اكتر من 10000 مشترك، عايز مشاهدات، عايز سبسكرايبرز كتير، عايز كل الكلام ده، عايز لايكس، كل الحاجات دي، ركز في اليوتيوب سبايك. يعني ايه؟ كنت اتكلمت قبل كده عن موضوع اليوتيوب سبايك، ولكن النهارده هنتكلم عليه مره تانية. اليوتيوب سبايك هو انك تركز على المحتوى الشائع بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كمصطفى بنزل محتوى انترنت، بنزل استراتيجيات، بنزل حاجات. اللي فرقه معايا ايه؟ الاستراتيجيات. كنت بنزل مثلا فيديو استراتيجيه في اول ساعه، اول ساعتين بيجيب 600 700 مشاهده، وده مش الطبيعي. انا يعني الطبيعي بتاعي مثلا بجيب 100 او 200 مشاهده في اول ساعه او اول ساعتين. اما في اول ساعتين بتجيب 600 700 مشاهده، اعرف ان الفيديو ده مفرقع، الفيديو ده حاجه كويسه انت عملتها، حاجه مبدعه، فعشان كده جاب شيرز كتير، جاب لايكس كتير، عشان كده وصل لمحركات البحث اسرع، فوصل للناس اسرع. تمام، وبدا فعلا يجيب مشاهدات. هو ده اليوتيوب سبايك. انت تركز على اليوتيوب سبايك بتاعك. انت مثلا بتتكلم في الاندرويد، لو شرحت حاجه مثلا، خلينا برضو في ربح الانترنت للاندرويد، شرحت حاجه مثلا تطبيق لربح الانترنت بالنسبه للاندرويد او الموبايلات عموما، يعني شرحت اي حاجه من الحاجات دي، لقيت التطبيق فرقع معاك وجاب مشاهدات، فانت على طول هتنشر بقى الحاجات دي مستمره. لو فضلت مستمر في الحاجات دي هتلاقي برضو ان كل فيديو بعد كده هتنشره في نفس الحاجه دي او ليها علاقه بربح الانترنت هتلاقي برضو فرقع وجاب معاك مشاهدات. هي دي الحركه اللي انا استخدمتها من فتره فاتت، او الفتره دي برضو بستخدم نفس الحركه، اني ازاي اوصل للناس، بوصل للمتابعين بتوعي اللي تابعوني اصلا للربح انترنت. طيب نركز كده مع بعض، اليوتيوب سبايك جه منين؟ تمام، انت لما نشرت فيديو، وليكن برضو خلينا في المثال بتاع ربح الانترنت، لو نشرت فيديو عن ربح الانترنت، الفيديو فرقه معاك، جاب مثلا قول وليكن 10000 مشاهده او 20000 مشاهده، كواحد مثلا عنده 2000 3000 سبسكرايبر، جاب 10000 او 20000 مشاهده. تمام، الفيديو ده جالك منهم مشتركين في الفيديو، جالك 1500 او 2000 مشترك او 1000 مشترك، نقول 1000 مشترك من الفيديو ده، بس جالك 1000 مشترك. ال 1000 مشترك دول تابعوك ليه؟ تابعوك عشان بيحبوا طريقه الربح من الانترنت اللي انت شرحتها، او طريقتك في شرح الربح من الانترنت. مش كل الناس دي هتحب فيديوهاتك الثانيه، مش كل الناس دي هتحب سلسلتك الثانيه، سلاسلك التانية. المهم مش كل الناس دي هتتابع مثلا الاندرويد انت بتنشره، مش كل الناس دي هتتابع الحاجات اللي انت بتنشرها. الناس دي جايه لك عشان انت شرحت حاجه كويسه في ربح الانترنت، عشان كده هما اي فيديو هتنزله عن ربح الانترنت او حاجات لربح الانترنت هتلاقي الناس دي نطت على طول على الفيديو ده. هو ده اليوتيوب سبايك، واليوتيوب سبايك جاي من الحته دي. تمام، ان فيديو فرقه معاك فتشوف الفيديو ده فرقه معاك، والفيديو ده جالك منه كام مشترك، المشتركين دول هيتابعوك عشان نوعيه الفيديوهات دي، عشان كده انت تركز في النوعيه دي عشان هتلاقي ناس كتير بتتفرج عليها. وليكن عندنا مثال، مثلا قناه برضو كنت اديت نفس المثال ده في الفيديو قبل كده، اسمها سوفت فان. القناه دي يا جماعه لما كانت بتنشر فيديوهات عاديه هي كان عندها 300000 مشترك، لما نشرت فيديوهات عاديه وفيديوهات برامج تعليميه وحاجات زي كده وربح الانترنت والكلام ده كله، كانت بتجيب 1000 2000 5000 10000، مع ان عندها 300000 مشترك، ولكن بتجيب 10000 5000 مشاهده، ده كتير قوي يعني تجيب 5000 او 10000. وساعات بتجيب 1000 و2000 على فكره، معناها عندها 300000 مشترك. ولكن مثلا لما جه ينشر افكار ابداعيه اللي هي الحاجات اليدويه اللي بنقعد نعملها دي، اللي هو قنوات كتير بتعملها، بياخد مثلا فكره من فيديو اجنبي يحاول يقلده فيديو عربي وياخد الحاجات السهله ويعملها، دي برده افكار هو بيقعد يعملها ويصورها، جاب اول فيديو عمله جاب 500000، عدى حتى مشتركينه. جاب بعد كده فيديو تاني عمله مشي في الموضوع، جاب 700000، جاب مليون، جاب 2 مليون، جاب 3 مليون، جاب 4 مليون. 4 مليون مشاهده في فيديوهات اصلا هو ممكن يكون واخدها من ناس في الخارج بيعملوها، شغل دماغه ولقى ان فعلا الناس دي بتحب منه الطريقه دي فبدا يشتغل فيها. ولو دخلت على قناه صوت فان دلوقتي هتلاقي ان الفيديوهات الشائعه عنده والفيديوهات اللي جايبه مشاهدات ومفرقعه مشاهدات هتلاقي كلها عن الافكار الابداعيه اللي هو بيعملها. هو ده اكبر مثال لليوتيوب سبايك، انا رجعت اتكلم عليه مره ثانيه عشان في ناس احتاجت الموضوع ده فافتكرته وقلت ارجع اتكلم عليه في الفيديو بتاع 6000 مشترك، لانها حاجه مهمه جدا 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 انك تركز على اليوتيوب سبايك. امتى بقى تبدا تستخدم اليوتيوب سبايك؟ لما يكون مثلا عندك 50 فيديو او 30 فيديو وتلاقي ان في فيديو من الفيديوهات دي لوحده كده تلاقيه جايب مشاهدات كويسه، فتقوم مركز على نوعيه الفيديو ده.
من هنا هتبدأ تجيب مشاهدات، من هنا تبدأ تجيب أرباح، من هنا تبدأ تجيب مشتركين. دي طريقتي اللي أنا مشيت عليها وجبت لحد دلوقتي 6000 مشترك لسه مكمل فيها. زي ما أنتم ملاحظين بتكلم عن ربح الإنترنت، ربح من اليوتيوب، بتكلم عن كل الكلام ده عشان هي دي السبايك بتاعتي، هي دي الحاجة اللي أنا ماشي فيها. بس كده أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وما تنسيش تعمل سبسكرايب للقناة عشان نوصل ل 7000 مشترك قبل نهاية الشهر ده، شهر 10 نوصل ل 7000 مشترك، عشان ان شاء الله باذن الله قبل نهايه السنه دي هنوصل ل 10000 مشترك. كان في دماغي نوصل ل 50000، قلت مثلا هنوصل ل 10000 على شهر 8 و9 وبعد كده نوصل ل 50000 في بقيه الشهرين دول، لان معروف انك بتوصل ل 10000 بتنط على طول لل 30000 وال 40000 او 20000 على طول، ولكن للاسف الموضوع ما كانش زي ما انا كنت فاكر. فاعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل ل 7000 مشترك قبل نهايه الشهر ده. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، شكرا عشان شفتوا الفيديو. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.